يا رب. ويمكن هيجي لك برضو عمر، يمكن السنه دي برضو كانت سنه طويله. اسالك يعني كتقييم لنفسك كده، يعني هل انت دخلت السنه خرجت منها باللي انت كنت عايزه، ولا كان في اكتر من كده؟ انا بتكلم على مستوى النادي الاهلي، مستواك الشخصي، على المستوى الشخصي شايف السنه بالنسبه لك من السنين اللي مش هتنساها، ولا شايفها ازاي؟ هي من السنين اللي مش هنساها، عشان انا يعني شاركت في الدوري في المجاميع الاول، بعد كده قبل ما اسافر معسكر السعوديه حصل لي كسر في صباعي، فقعدت شهر وما لحقتش الدورتين المجمعتين مع الفرقه، بس يعني كنت طبعا رحت لهم لما في الدوره الاولى بصراحه، رحت لهم و طبعا جالك اصابه صعبه، اصابه كسر في الصباع دي، مش هتعرف تمسك المضرب، مش هتعمل اي في ايدي الشمال وانا اشول، فالموضوع كان صعب شويه، فالسنه مش هنساها، بس يعني الحمد لله دلوقتي احسن، وبدات ان انا اتمرن يعني، وان شاء الله ابقى موجود يعني خلي بالك السنه الجايه. اشرف دايما زي ما قلت انا في البدايه بيثق فيك، يعني الراجل بامانه شايفك من لعيبه رجاله، اللعيبه اللي بتبقى مخلصه في الملعب ومخلصه بره الملعب، فاحنا مش قايلين عليك سواء اصابه او عدم اصابه، انت كنت ماشي كويس جدا، كنا متابعينك بشكل جيد جدا جدا. الاصابات دي قدر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي في ايدك ان انت تقوم تاني على رجلك ان شاء الله. ما ان شاء الله. ان شاء طب الله إيه؟ يعني عندك ايه القريب؟ يعني خلاص بدات تتمرن، ايه حاجه قريبه في بطوله عايز تروحها، في حاجه قريبه؟ لسه يعني انا لسه يعني هبتدي الاول تمرين، بعد كده يعني ان شاء الله اللي جاي هبتدي فيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تبقى جاهز لكل حاجه، واهم حاجه الفيزيكال ده اهم حاجه. ان شاء الله ان شاء الله محافظ على نفسك يا رب. ان شاء الله. بيالك.